خليل واحد منا كور ميديكال، واحد منا اللي قرا معانا، اللي استاجا معانا، اللي كنا كنوحلو، كنا بروميير اني هو ثوازيام اني كنوحلو كنرجعو ليه. دري اللي مخلق ولد دارهم مأدب لواحد الدرجه اللي ما كاينش اللي ساق الخبار في الانستيتو وما طاحش وما ساقش الخبار وتأزم، اللي غيتكلاصا 3 من 990 ما غيكونش واحد اللي كان غي جالس، ما غيكونش واحد اللي غيتبعو انستيتو كلها غتجي وغيتانولا كور كامل فورماسيون بروفيسيونيل، ما غيتانولاش كور على ود اي واحد. دونك واحد السيد اللي ندعيو ليه بالرحمه وندعيو ليه بالمغفره. خليل الحجوجي كان من بين الطلبه المتميزين وكان واحد الانفيرمي اللي كان كيعاون الناس والحمد لله مات شهيد، وماشي مرحوم، شهيد الحمد لله والحمد لله الله يصبر والدي. السيد يلاه تخرج العام اللي فات، وهذا العام داز في الكونكور تكلاصا هو الثالث باغمي لي بروميير، تكلاصا هو الثالث ومسكين مسا سينا في الرباط، كان في الرباط سينا يعني باش يخدم ويخدم حدا دارهم، مسكين في سيدي سليمان حدا دارهم، مسكين راجع من الرباط، و هانتوما تشوفوا شنو وقع. ما عندكم ما عارف شنو نقول، وقعت الواقعه والله يرحمه. تخيلوا معايا النفسيه ديال مو مسكينه، باه السيد يلاه غيبدا حياته باقي فرحان، يلاه جاي فرحان باغي يبدا حياته وشو شنو وقع عليه الله يرحمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.